زراعة البطاطا في سهل الغاب. تقلصت الزراعة لأسباب عديدة، أهمها هي تهجير السكان من المناطق وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والأدوية. أنواع البطاطا اللي تزرع في منطقة سهل الغاب عديدة: أسبونتا، أجريا، سينارجي، أريزونا. يعني مع الهدوء النسبي، الاستقرار النسبي، بدأ الناس وبتخوف في زراعة تجارب بمساحات صغيرة بسبب القصف المتواصل على المنطقة. هاي أسباب تقلص زراعة البطاطا في سهل الغاب. بعد انقطاع زراعة البطاطا في سهل الغاب لمدة ما يقارب 10 سنوات، قمنا بزراعة البطاطا هنا بمنطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي في قرية زيزون لمساحة قليلة ما يقارب 7 دلمات أنا وجيراني، بسبب قلات البذور البطاطا وبسبب قلات الأسمدة وتوفر مادة المحروق المازوت بسبب قلات المازوت بشكل عام. الحقيقة نحن نعاني في المنطقة بسبب القلاء، نعاني كثير بخصوص زراعة البطاطا، وقمنا بهذه التجربة بعد قطاع 10 سنين لنشوف وضع الأرض عندنا.